لم يحقق نجاحا، طب ماذا فعل؟ بلا شك عمل أزمة في هذا الوقت. طب الأزمة دي ما زالت ممتدة مع الفكرة؟ نعم ما زالت، كلما أتت هذه الفكرة عبر التاريخ وجدناها ترتب أزمة. وقف عند النقطة دي يا مولانا عشان أوصل معاك. يوم 30 يونيو وما قبلها مفتي مصر كيف كان يفكر؟ هل كان يخشى على البلاد؟ كيف ينظر إلى المشهد؟ أعتقد أن سيادتك يعني راودتك كثير من الأفكار والمشاعر في هذا التوقيت. بلا شك، وأنت يعني تشاهد كإنسان مصري بتلحظ بالفعل، فضلا طبعا عن دور كمفتي لمصر مهموم بهذه القضية، بتلحظ بوادر ما يمكن أن تطلق عليه الحرب الأهلية التي يمكن أن تحدث. كنت تخشى حرب أهلية؟ طبعا بلا شك، بوادرها كانت تبدو من الصراع المحتدم الخفي اللي عايز يؤجج فقط ويصب عليه الزيت. ووجدنا لولا الحكمة طبعا عند الكثير منا الحقيقة، يمكن مثلا لما احترقت 80 كنيسة في مصر، ولما تلحظ هذا المسلك مع مسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمي بالنص الشرعي وبالمسلك النبوي، يحمي دور العبادة ويقول لا تهدموا لا تقطعوا لا تقتلوا، كل هذه الأمور ذابت، هذه التعاليم والأحكام الشرعية ذابت ولم تعد له وجود في عقول هؤلاء، وإنما أقدموا على مثل هذه الأمور. كنت تخشى حرب أهلية؟ ومن ثم كانت بوادرها كانت موجودة لولا هذا اليوم الذي جاء وأنهى هذه المسألة بالإرادة المصرية، والتي وقف بجانبها بطبيعة الحال الجيش المصري كما هي عادته دائما. هل كنت تتوقع ثورة؟ بلا شك، عندما يتأزم الموقف ولا ملجأ من الخلاص إلا بثورة فتقوم الثورة بلا شك، لكنها ثورة كانت مختلفة من حيث عموم البلد، عموم القطر المصري، لم يكن فيها يعني رجال فقط بل كان رجال ونساء وشباب، والأطفال خرجوا يعني حتى الصغار كنا نراهم. صحيح صحيح. فأنت كأن الشعب عن بكرة أبيه قد خرج في هذا اليوم لأجل أن يضع حدا لمثل هذه المسائل التي هو يخشى على بلده ويخشى على نفسه منها. في هذه الفترة تم استخدام الدين أو استخدام التفسيرات الدينية كأسوأ استغلال، يعني حصل استباحة للمقدس من أجل السياسة التي هي في التحليل الأخير عمل بشري قد يخطئ وقد يصيب. استغلال واستباحة هذا الدين ومفردات الدين وتعاليم الدين لدرجة رمي الثوار أو رمي الشعب منه كافر وأنه خرج لمجرد خروجه على من يسموه حاكما. ولذلك هذه الأمور لا يمكن أن تنبني مسألة التكفير ومسألة التفسيق والتبديع، وحتى في المستويات الدنيا لو افترضنا يعني المستويات الدنيا فقط من رتبة المعاصي ومن رتبة الموقف المخالف لي، لا يتصور أبدا تحت مبرر سياسي